فكرة المشروع استوحيتها من النشاط اللي قاعدة نقوم به، نشوف في عبيد تتخلى على حيواناتها وقت اللي تسافر، كذلك صارت لكلبي الحادثة أثناء غيابي، اضطريت باش نغيب على منزلي يومين، وكي رجعت نلقاه صارت له حادثة. من وقتها قررت باش نعمل حاجة للعبيد اللي تتغيب على منازلها، تضطر للغياب، باش يلقاو فين يحطوا حيواناتهم الأليفة. من برا، من نزل شفتهم من برا، خذيت حاجات، خذيت أفكار من نزل هذايا. والله بديت بحلمة صغيرة، ومن بعد بديت بورقة وستيلو، ومن بعد بديت بالتخطيط، مساعدة العائلة، رأي الأصحاب، بدينا بشوية بشوية حتى كشي حققت اللي حلمت بيه، معناتها واللي تخيلته هو اللي نفذته على أرض الواقع. معناتها تعاونت مع العائلة بالطبيعة، عملنا يعني خطوة خطوة، بنينا كل شيء مع بعضنا، كل شيء عملناه مع بعضنا ماديا ومعنويا زيدا وبالأفكار وكل شيء. باش نستقبلوا كل الحيوانات الأليفة، كل ما يربيه التونسي في داره كحيوان أليف، كل ما يتعايش معاه، كلاب، قطط، هذايا من الاول. مستقبلا باش نزيدو الهامستير، باش نزيدو يعني العصافر، باش نزيدو الاسماك الصغيره، هذه الكل باش نزيدوه في المستقبل ان شاء الله. والله يقبل كل شيء، هي حكايه غرام. يعني انا نحب الحيوانات، والعبيد اللي معايا هنايا في النزل الكل كلهم عبيد تحب الحيوانات، باش نتلهيو بيهم كأنهم حيواناتنا احنا كلنا، معناتها موجودين هوني كلنا ربينا حيوانات ومستنسين يعني بالاعتناء بالحيوان، باش نعتنيو بهم. كل حيوان نعتنيو بيه تقولش عليه حيواننا الخاص. الاهتمام باش يكون باش نهتمو بالصحة، صحة الحيوان اللي هي مهمة عنا، وبالطبيعة احنا ما نقبلو هوني كان حيوانات ملقحة والتلقيح ابديتد. زادا كيف كيف النظافة، النظافة حاجة مهمة برشا، خاطر نظافة الحيوان من نظافتنا، ونظافتنا كيف كيف من نظافتهم. باش نتلهيو بالنظافة ديما، نظفولهم كيف كيف ماكلتهم، ما ناكلوهمش، ناكلوهم حاجة صحية، والحاجة اللي هما يحبوا ياكلوها، مانيش باش ناكلوهم حاجات ما يحبوهمش ولا حاجة مش صحية، خاطر عندنا فكرة كبيرة على الحيوانات، وعندنا بيطري يجي كل يوم يراقب صحة معناتها اللي ساكنين بالنزل هذا الكل، هذايا يوميا معناتها باش يكون. كذلك باش نتلهيو بالجانب النفسي للحيوان، خاطر الحيوان زاده يحس كيفنا ويفرح كيفنا، يحسن كيفنا. دونك باش نتلهيو بالجانب النفسي، باش يلعب، باش يكون عنده مساحة كافية يلعب فيها، باش ما يكونش وحده، باش يكون ديما فما شكون لاهي بيه يلعب معاه، هذايا باش يكون ديما موجود ومتوفر لكل حيوان عندنا هنا. التعريفة نفس التعريفة في تونس الكل، مانيش باش نعمل حاجة أغلى، يعني صحيح وفرت رفاهية أكثر، لكن باش نخلي نفس الأسوام اللي موجودة في تونس، مانيش باش نزيد ولا ملي. ويمكن في حالات، فما حالات باش ناخذ أقل من التعريفة، الحالات الخاصة للحيوانات اللي يعني عندهم حالة خاصة، ما بين 10 دولارات حتى كش 20 دولار. النشاط إن شاء الله في القريب العاجل، فما حاجات أخرين قاعدين نكملوا فيهم بعض النقائص. والطاقة الاستيعاب احنا خدمنا على الكواليتي مش على العدد. العدد هو بالنسبة للقطات تقريبا 25 قط، وبالنسبة للكلاب 36 كلب، بين كلاب كبيرة ومتوسطة وصغيرة. هذا العدد اللي خدمنا عليه. مازالت عندنا مساحة نجمو نكملو ونكبرو في المشروع، لكن قررت اني المدة الفترة الجاية الكل يمكن حتى سنة كاملة مانيش باش نزيد حتى شيء، حتى كشي لين نقف على ساقينا بالكدا، حتى كشي العباد تعرفنا وتعطي ثقتها فينا، والعباد تتأكد من الكواليتي نتاع اور سيرفيسز، ومن بعد زي مش مشكلة.